وبالتالي ايضا يريد في مباراة اليوم العودة على حساب الريال. هذه خطيرة، فرصة جول، جول، جول لريال مدريد، ملعوبة سليمة في المرمى، هدف للريال. والريال منذ اللحظات الاولى بادي صح، الفريق الملكي بادي صح وسجل في الكرة الماضية. كريم بنزيما كان كريما لأوزيل، أوزيل بكل ثقة الكرة في المرمى، لكن كريم بنزيما اللاعب الأفضل في الفريق الملكي في فترة الإعداد الماضية، الكرة في المكان السليم، وأوزيل، أوزيل بالتالي كان في الموعد، والفريق الملكي يتقدم الآن على برشلونة بهدف نظيف. وبالمناسبة في جل لقاءات هنا محاولة موجودة، الشوط الأول من المباراة، مباراة على قدر كبير من العمل البدني، ولذلك نشاهد حتى الآن بعض الاحتكاكات الطبيعية جدا المعتادة في مثل هذه الحالات. شايف حكم المباراة واللاعب أيضا والحارس المرمى يطمئن على، وحقيقة ما هو ناقص يعني فريق نادي لاحظ الكرة الماضية يعني مو بناقص. سلامات سلامات سلامات، يا دوبه فاطر يعني ما يستاهل والله، واجت ايضا من سامي خضيره. سلامات سلامات والله، سلامات لابي دال للريال هذا الحلم، وبالتالي يريد العوده للمباراه. وديفيد فيا الان يحاول العوده لبرشلونه. الله الله، ديفيد فيا، ديفيد فيا وين في الجول، وبالتالي يتعادل برشلونة، يتعادل برشلونة في الكرة الماضية. القذيفة المحطوطة، تحرك ميسي فجاءت خطورة برشلونة، تقدم بها. الله الله الله، مثل هدفه في دوري الأبطال في مرمى فاندرسار، هنا اختاره حقيقة مرمى كاسياس وحطها وين؟ حطها في مرمى كاسياس بهذه الجودة الكبيرة والجميلة، وبالتالي يعود فريق برشلونة من الفرصة الأولى لاستراحة قصيرة فقط. ميسي الآن يتقدم، ميسي يتقدم، ميسي يتقدم، ميسي يتقدم، ميسي جول، ميسي جول، غير معقول، غير معقول، ميسي جول. وبالتالي المباراة رقم 11 لميسي، يسجل هدف رقم 11 في الكلاسيكو. يا إلهي يا إلهي، ميسي ومن غيره، ميسي ومن غيره، ميسي ومن غيره، ميسي في كل الحالات حتى وهو بعيد عن مستواه، ميسي ومن غيره، ميسي يتقدم، وبالتالي ميسي يسجل. الريال في لحظة من اللحظات كنت تشعر بأن الريال في الطريق لفوز كبير، لكن مع ميسي الأمور غير، مع ميسي الأمور غير، وبالتالي يتقدم برشلونة مرة أخرى. أيها السيدات هذه تشكيلة الفريق الملكي في ملعب ما بين جماهيره، في لاعب مصابنا، سلامات لميسي، سلامات لميسي، الجماهير والملعب كله، لكن ميسي مصاب. سلامات 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 للنجم الاسطوري ليونيل ميسي، اصبح الان افضل هداف في تاريخ السوبر الاسبانيه، متقدما بست اهداف على حساب زميله السابق في برشلونه باكيرو. هذه الكره الماضيه، وما اعتقد فيها تعمد، لا ما فيها تعمد من جانب مارسيلو. برشلونه الذي يدخل الان للملعب، وكره خطيره موجوده للفريق فريق ريال مدريد، كره تسديده، جول جول، يعود الريال للتعادل، يعود ريال مدريد للتعادل، وتعود المباراه مره اخرى الى الاثاره، كل الاثاره،
ويعود الكلاسيكو مرة أخرى مشتعلا. الكرة الماضية كريم بنزيما في الكرة، أو بيبي إلى تشافي ألونسو الذي سدد كرة ذكية جدا مرت من بين كل الأقدام. لاحظ بيبي تصرف بالعقل في الكرة الماضية، والكرة بعيدة عن متناول حارس المرمى تستقر في الجول، وبالتالي يعود ريال مدريد ويعود